من الاخر كده، فيديو النهاردة يستحق المشاهدة، لايك وشير ومشاركات كتيرة قوي، عشان فيديو النهاردة هينفع كل اولادنا. بجد انشطة المدرسة او حاجة تنمي الذكاء كده، نعمل لهم تمارين في البيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ويلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجة انا معايا الادوات بتاعتي، اللي هي ايه؟ الورق الفوم، تمام، او ورق جليتر، يعني ورق فوم جليتر او ورق سادة. انا النهاردة هستخدم الاتنين، بس الاساسي النهاردة معايا اللي هو الورق الجليتر السادة، الورق الفوم السادة، تمام. معايا طبعا العصيون، دي بتشتروها من الصيدلية او من اي محل بلاستيكات. معايا مقص، ومعايا كوباية اللي هعمل بيها الدوائر، ممكن تعمله بالبرجل العادي، تمام. ومعايا مسدس شمع. هبدأ بقى ان انا عملت دوائر كده على حسب الحجم اللي انتوا هتعوزوه، اعملوا الدايرة. يعني ممكن لو انتوا عايزين تكتبوا اسم كامل هتعملوا بطبق، طبق صيني كده وتعملوه. انا النهاردة اللي هستخدمه الحروف، فمحتاجة دوائر صغيرة. بدأت ان انا عملت كده دوائر بالقلم، وطبعا اللون اللي انا هعمل بيه سيان قلم رصاص او قلم جاف او اي لون، فهقلبه على الظهر، فهيبقى انا اللي هشتغل بيه النهاردة الظهر، تمام. يعني انا هجيب الكوبايه وهبدا ان انا اعمل على الظهر مش على الوش اللي انا هستخدمه، تمام. وبدات بقى ان انا اعمل كل الدوائر دي واقصها، هتبقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه، الدوائر الجميله دي. اي لون بقى انتوا عايزينه، وحاولوا ان انتوا تدخلوا كل الالوان عشان تلفت انتباه الطفل، وخاصه لما بتلفت انتباه الطفل كده بتبقى حلوه، بيبقى يعني بيبقوا حابينها يعني، تمام. بعدين الطفل عامه بيحب الحاجات المختلفه، فانا هحاول ادخل النهارده كذا الوان كده يعني فاقعه. في من ضمنهم ان انا عملت البني، بس يعني تغيير شويه برضو، حاجات كده كلفت نظر. جبت برضو الورق الفوم اهو، بدات ان انا اعمله. طبعا لو انتوا حابين ان انتوا تجيبوه اللي بيلزق برضو عادي، مفيش مشكله، بس انا بصراحه انا بحب استخدم الشمع في الموضوع ده اهو. طبعا ممكن بقى ان انتوا تعملوا دايرة، وفي نفس الوقت يعني ايه، تجيبوا بقى الورق الفوم وتقطعوا عليه. طبعا هنا بقى مستمرة طبعا في ان انا برص يعني اللي انا عملته، عشان اوريكم شكله عامل ازاي، والدوائر كلها نفس المساحة لان انا عاملة بنفس الكوباية. انا هنا بشاور لكم، بقول لكم الوش لأ واعمله على الظهر، بحيث ان احنا لما نيجي نقطع الوش بتاعنا ما يبقاش معمول، ما يبص يعني. هنا بقى دخلت الابيض والاصفر، ممكن بقى تدخلوا الالوان اللي انتوا تحبوها. وطبعا النهارده الارقام معايا، ممكن انتوا تعملوا حروف، ممكن تعملوا ارقام بالعربي بالانجليزي، على حسب برضو اللي انتوا عايزينه. هنزل لكم من دولت انشطه كتيره جدا جدا، لاننا احنا بنحب الحاجات اللي بتلفت انتباه الطفل، وفي نفس الوقت بتديله شويه ذكاء شويه. بعدين الميزة كمان ان احنا ممكن نلخبط التمرين او النشاط اللي معايا ده، ونخلي اطفالنا هم اللي يدوروا ويجيبوا عليه. اهي هي دي الحاجات يعني اللي انا استخدمتها. طبعا الحروف دي بتتباع جاهزة، مش غالية قوي، تقريبا دي ب5 جنيه او ب7 جنيه، مش متذكرة قوي سعرها. طبعا برضو في الاخر كده مش كل الحروف كانت مكتوبة، فانا كملت الحروف كده بالجليتر اللي عندي او الفوم اللي عندي، فالموضوع سهل سيان كده ولا كده عادي. انا كنت بصراحة مستعجلة عليه، لو ما كنتش مستعجلة عليه كنت عملت الحروف بايدي، بس حقيقي الحروف دي انا شارياها جاهزة. فبدأت جبت كل الحروف اللي معايا، وبدأت ان انا الزقها عليه. طبعا الحروف دي جليتر وبيلزق، فلزق على طول. طيب لو ما بلزقش برضو هنستخدم الشمع. انا لحد دلوقتي ما استخدمتش الشمع، وهقول لكم ما استخدمتوش ليه، وهستخدمه يعني لسه مرحله الشمع ما جاتش. مش قادره اقول لكم ان حلوه جدا جدا، وكان في حروف ناقصه، فانا بدات ان انا اعملها. يعني جبت بقى العصيان، وبدات ان انا الزق كل الحروف اللي فيه. طبعا هنا كان في حروف ناقصة، هنا عملت حرف اللام، لما عملته بالجليت بالفوم السادة، فافتكرت ان كل الحروف بالجليتر، فرحت جايبة الحرف اللي انا قصيته ومشيت عليه كده، فبدأت ان انا اجيبه على الجليتر، وبدأت ان انا اقطع، يبقى كل معايا الحروف بالجليتر، تمام. اهي حسيت ان ما بيلزقش، يعني لقيته ما بيلزقش، فعملت ايه، جبت مسدس الشمع وبدأت ان انا الزقه عادي،
وهنا الزين برضو ما كانتش موجودة، فبرضو نسيت وعملتها بالجليتر برضو، عشان زي ما قلت لكم الحروف كلها كده يعني ماشية على سيستم واحد. فهنا ظبطتها بالمقص كده بحيث ان يعني تبقى الراء كده حلوة اهي. وبدأت ان انا هلزقهم بالشمع عادي جدا، يعني جبتوا جليتر بيلزق عادي، ما جبتوش بيلزق برضو مسدس شمع موجود. تمام، جبت هنا بقى الحروف وبدأت ان انا احطها على العصيان بتاعتنا. العصيان دي هقول لكم طبعا انا ما كفتش معايا حقيقي، كان معايا 12 حرف، وانا كان معايا تقريبا 10 او حاجات زي كده، يعني كان معايا حروف كتيرة قوي بس كان معايا 10 عصيان. فبدأت ان انا جبت عصيان شيش طاووق، قلت بقى استخدم عقلي في المرة دي، وقلت زي الجيش كده يعني اتصرف، الجيش قال لنا اتصرف فانا بتصرف. جبت العصيون كده وحسيتها ان هي طويلة قوي، فقصتها بالنصين وبدأت ان انا استخدمها، ومشيت تمام وبقت جميلة جدا جدا وخفيفة، والطفل يقدر ان هو يمسكها برضو. جبت اهم حاجة خدوا بالكو البوز، السن بتاع العصاية بتاعة الشيش تاوب نحطها من فوق اللي هي نلزق عليها، والحتة العريضة اللي احنا نسيبها من تحت. فانا كده عملت كل التمرين معايا وبقى الشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبدأت ان انا ارص كل التمرين اللي انا عملته او النشاط اللي انا عملته. مفيش اسهل من كده، ما اخدش وقت خالص بجد، يعني حاجة سهلة جدا جدا، ونقدر ان احنا نعمله الاطفال اللي في كي جي 1 كي جي 2 من اولى لحد تانية او تالتة تقريبا عادي. كل الحروف دي بنقدر ان احنا نستخدمها، لان كل ما بندخل في الكسرة والضمة والسكون والحاجات دي فالطفل بينسى الحاجة الاساسية، فاحنا ده لما نبقى مخلينه عندنا في البيت فيقدر ان احنا يساعدنا احنا شخصيا ويساعد اطفالنا في المذاكرة. حاجة حلوة جدا جدا، ممكن نستخدمه الـ AB والـ A capital و A small والحاجات دي كلها، ممكن نستخدمه 1 2 و 1 2 كل الحاجات دي يعني. وطبعا هنا يعني الأطفال هيحبوا الألوان جدا، يعني احنا شخصيا الألوان بتلفت نظرنا وانتباهنا، ما بالك بقى الطفل نفسه. أنا هنا لخبطتها بصراحة، وبدأت إن أنا أخلي يوسف هو اللي يعملها، يعني لخبطت له كل الحروف وبدأت إن أنا اخليه يعملها، فكانت سهله بالنسبه له ان هو يعمل الحروف. حابب يعني حب الموضوع وحب الفكره جدا، فانا كمان حبيتها لاني حسيت ان هو مبسوط بيها. يعني الفيديو ده كان متصور عندي بقاله كتير بصراحه، بس انا اللي كنت مكسله ان انا منتجه، كان في اصوات كتيره جدا جدا، كتمت الصوت الاصلي وبدات ان انا استخدم الصوت، فكان في مشكله عندي يعني كنت تعبانه، فبدات ان انا اعمله بالشكل ده. فمش مهم، كل تاخيره وفيها خيره. بدات ان انا الم بقى الحروف اهو فرحانه يعني. العصيان وعصيان الشيش طاووق حلوين جدا جدا يا جماعه. العصيان لو دي مش موجوده عندكم، برغم ان هي تبقى موجوده في محلات البلاستيكات او في الصيدليه بتبقى موجوده عادي، لان الدكاتره بيستخدموها وبتوع الهاند ميد بيستخدموها عادي، فبتبقى هنا وهنا اهي. جبت بقى البوكس بتاعنا وبدات ان انا احطه فيه بالشكل اللي انتوا شايفينه الجميل ده. طبعا دلوقتي صدقتوني لما قلت لكم الفيديو يستحق المشاهده ومشاركات كتيره جدا جدا عشان الكل يستفيد. لايك وشير ومنتدى يا جماعه، وشجعوني عشان انزل وصفات اكتر واكتر. اللي عجبه التمرين يقول لي في الكومنت او التعليقات، واللي ما جربوهوش اتمنى ان انتوا تجربوه، هيفرق جدا جدا معاكم مع اطفالكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.